دكتورة نيفين، كان لقطاع التضامن الاجتماعي أدوار وأنشطة عديدة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية كما شاهدنا في العرض السابق، فكيف كان تأثير هذا القطاع، قطاع التضامن الاجتماعي، على الفئات الأكثر احتياجا خلال السنوات التسعة الماضية، وأيضا ما هي الإجراءات المستقبلية لضمان استدامة واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، تحية مباركة لحضرتك يا فندم على ورجال القوات المسلحة ولأسر الشهداء والمصابين على انتصارات مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، وسلام على كل دماء سالت وعلى كل روحة فاضت إلى ربها دفاعا وتأمينا لهذا الوطن الحبيب. حكاية وزارة التضامن الاجتماعي أو حكاية الوطن هي حكاية شعب، حكاية شعب بكل أطيافه وفئاته وطبقاته. بدأت الحكاية من دستور 2014 اللي هو كان دستور تم وضعه بمشاركة جميع الأطياف والفئات أيضا، واللي كان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع قائم على المكاشفة والمصارحة والشفافية، وأيضا قائم على المشاركة والمسؤولية. والحقيقة هنا المسؤولية جماعية، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية شعبية وسياسية في آن واحد، لأننا كلنا في الآخر وفي النهاية شعب بنغير المواقع، لكن نحن جزء من هذا الشعب، والشعب هو جزء من حكاية هذا الوطن. والسؤال هو من يبني من؟ هل الوطن هو اللي يبني الشعب ولا الشعب اللي بيبني الوطن؟ واللي هي عملية مستمرة من العطاء حتى نقوم ببلدنا الحبيب ونستطيع أن نحقق ما نصبو إليه كمصريين لمصرنا الحبيبة. من أول 2014 وكان المطلب الأساسي من الشعب العدالة الاجتماعية، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، وبدأت الحكومة من قبل إجراءات إصلاح الاقتصادي إنها تقر سياسات وإجراءات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب، المواطنين والمواطنات، وبصفة خاصة من هم، أنا مش هقول أكثر احتياجا، هقول أولى بالحماية أو بالرعاية، لأننا نتحدث عن حقوق، ولأننا لو فضلوا أكثر احتياجا يبقى احنا بنعمل شغلنا. فالجزء الخاص بأن 2014 سياسات العدالة تتعمل لكل الشعب دوت، لكل الفئات اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، موازنات اتخصصت، وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة لم تشهدها من قبل. وكما يقول السيد الرئيس، والحقيقة هو كان صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وكان دايما بيقول إياكم والمواطن البسيط، وإن جزء من هذا الدعم وجزء من هذه الحماية هو الاستثمار في البشر والاستثمار في الأجيال الحالية، هو ما سنستثمر به للوطن في الأجيال القادمة. يعني ما نستثمر فيه هم سيستثمروا في الوطن تباعا ويحافظوا على المكتسبات التي تم الوصول إليها. احنا بنتحدث عن فئات كثيرة، يمكن عشان العدالة الاجتماعية ملف مهم جدا، بيرأس دولة رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بتحتوي على كافة الوزارات العاملة في المجال، مش بس التضامن، التضامن والصحة والتموين والقوى العاملة والتعليم والتعليم العالي، وزارات عديدة كلنا بنشترك فيها. تلت التشريعات تحمي الفئات المختلفة، تحمي فئات المرأة بكل أشكالها، المرأة المعيلة، حوالي 18% من الأسر مرأة معيلة، تحمي أيضا ذوي الإعاقة أو القادرين باختلاف 10.8%، أصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن، كفل وكرامة أو الأسر الأولى بالرعاية 30 مليون مواطن بنوصل ليهم، ما هنتحدث عنه دلوقتي، الطفولة المبكرة 12 مليون طفل، في الحقيقة أسر شهداء ومصابين، غارمين وغارمات، فالحقيقة مشروعات صغيرة متناهية الصغر،
عشان كده كان في مستوره، كان في عماله غير منتظمه بره امان للصيادين، كان في ملف الحرفيين تتلف في حرير وصنايعيه مصر. هم دول الشعب اصحاب الحكايه، جزء بيسمعوها وجزء هم نفسهم بيحكوها. لو اتنقلنا للمحاور اللي تشتغل عليها وزاره التضامن الاجتماعي، هي ليست فقط الحمايه الاجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه هي مجموعه من الاجراءات الحمائيه التي توفر الحد الادنى للمواطن من الدخل الشهري، بالاضافه الى المزايا والخدمات الاساسيه اللي بيقدر يوفر بيها لنفسه حياه كريمه ويقدر ياخد الحد الادنى. لكن الحمايه الاجتماعيه ليست معناها التوقف عن العمل. لكن عشان يخرج من الحمايه الاجتماعيه للتنميه الاقتصاديه، ليست كل من يحصل على دعم قادر عن ان يعبر هذا المعبر، لان في بعض الفئات غير قادره على العمل. فدايما هيبقى في عندنا ملف الحمايه الاجتماعيه مستمر لبعض الفئات، لكن المساله هي تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل الى سوق العمل. الحقيقه ان هم لما بيخرجوا لسوق العمل من غير تاهيل، منهم من يتعثر ومنهم من يغرم لانهم مش مؤهلين بالقدر الكافي. ناسنا في وزاره التضامن ناس بسيطه ما يقدروش يدخلوا السوق مره واحده، عايزين يتاهلوا، عايزين قطاعات وسيطه تقدر تساعدهم، وعايزين منهم من يتفوق على نفسه ويعبر من التضامن لجهاز تنميه المشروعات ويقدر يكبر، ومنهم من يبقى على مشروعات بسيطه لكن هي في الاخر بتوفر له حد الكفاف. مهما عملنا من حماية وتنمية، بيبقى دايما بعض الفئات في الرعاية، زي ما هنشوف دلوقتي، زي الأيتام فاقدي الرعاية، وزي المسنين، وزي فئات أخرى، وزي المرأة المعنفة. بنتعب بعد كده، هل إحنا بنعمل لوحدنا؟ من حظ وزارة التضامن الجيد إنها بتنسق وتربط بين كافة وزارات، وزارات عديدة، لأننا نعمل في الآخر على المواطن. وزي ما زميلي معالي وزير الصحة كان بيقول، إحنا بنعمل من أول الألف يوم الأولى لغاية سن المعاش، يعني إحنا مع المواطن لغاية لما يروح، وبعد ما يروح كمان شغالين على معاشه. فإذا إحنا مستمرين لفئات مختلفة والفئات عمرية كمان مختلفة. الحقيقة إحنا مش بس بنشتغل في الريف، إحنا معظم خدماتنا زي ما هنشوف متركزة في الريف، لكن في الحضر، في الريف، في المناطق الصحراوية، ولم شمل الأسر في كافة المناطق الحدودية، أيضا في الصحراء التي باتت نغزوها في قطاعات عديدة. شركائنا أيضا مؤسسات العمل الأهلي، وهي الحقيقة لها يعني أيادي بيضاء سنذكرها حالا لأنها شريك أساسي، وبنشكر سيادة الرئيس على تقديره لجهود المنظمات الأهلية، مش بس على إقراره عام واحد، لكن على اعتبار المجتمع المدني وتقدير لدوره كشريك أساسي مع الدولة، مثله مثل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية. ثم يبقى قضية الوعي، والحقيقة لو اشتغلنا على الأربع محاور وبقيت قضية الوعي بوعي متأخر، وأحيانا وعي زائف، وأحيانا إشاعات، وأحيانا وعي متأخر، فسنبقى هنتحرك بشكل معنا أعباء ثقيلة تجرنا للخلف كلما اندفعنا للأمام. فالحقيقة قضية الوعي اللي هنتكلم فيها، وعشان كده سيادة الرئيس الحقيقة بيديها أهمية كبيرة جدا. لو كل دوت هاردوير، فالسوفت وير اللي بيشغل كل دوت هو الوعي. مش معناها الوعي يعني التعليم، يعني الإدراك، يعني الفكر، يعني الوعي، يعني الاستيعاب، يعني كل القوى الناعمة لمصر. الحماية الاجتماعية لو بدأنا بيها، احنا بنتكلم النهاردة لو دولة الرئيس في أول يوم ان احنا علينا من 1.7 ل 5.2 مليون أسرة. الحقيقة بس أنا هجيب عدد المواطنين اللي احنا بنتكلم في 2014 من 6.5 مليون فرد، وصلنا حاليا لغاية 22 مليون فرد مع زيادات اللي سيادتك يا فندم صرحت بيها مؤخرا. احنا مش بس وصلنا ل 31 مليار، احنا الزياده الاخيره اللي اتعملت ل 15% هترفعنا ل 36 مليار. يعني الحقيقه يمكن الحكومه في اول سنه من عهدها في 2014 ضعفت الدعم النقدي من 3.7 لما يقرب من حوالي 7 مليار.
ثم تزايد تدريجيا حتى وصل الى 36 مليون مليار جنيه مصري، يعني 900%. يعني الشعب على رأس أولويات الحكومة. احنا عايزة اوضح هنا ان نسبة، لان تكافل وكرامة مش برنامج عبء على الدولة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تحريك رأس المال المحلي ال 36 مليار جنيه مصري دول وما ينزلوا على المجتمع المحلي وتحريكه ودفع عملية الشراء، الحقيقة هو الاقتصاد المحلي بيندفع، وعلشان كده خفض الفقر القومي. لو ما فيش برنامج تكافل وكرامة الفقر هيعلو 3 درجات. أما على مستوى الأسرة فالفقر يعني احنا لما أسرة بتاخد تكافل وكرامة، أسرة بسيطة جدا، واحنا عاملين معايير استهداف، لأن يمكن أنا ما اتكلمتش عن التحديات. التحديات هي أول ما بدأنا هذا البرنامج، والحقيقة كان ليا الحظ إن أنا أشتغل في هذا البرنامج من أوله مع معالي الوزيرة السابقة. لكن الحقيقة إن كان في برنامج ما فيهوش استهداف كافي، ما فيش ميكنة، وإذا كنا إذا غياب ميكنة يعني غياب حوكمة، يعني فرصة أكبر لعدم وصول الدعم المستحقين، يعني فرصة أكبر لممارسات فساد، يعني فرصة أكبر لعدم وجود عدالة اجتماعية. علشان كده احنا كمان كان في زيادة سكانية، الوزارة الدولة يعني الحقيقة بتمشي بخطى أسرع من أدوات العمل اللي في وزارة التضامن، علشان كده كان لازم نسرع نطور قدرات ونميكن ونبني البنية التحتية، فكأننا بنصلح طيارة وهي طائرة، لازم تطير بس لازم تتصلح في نفس الوقت. فالحقيقة يمكن أنا عايزة أزود على الـ 36 مليار الإجمالي 107 مليار خلال ال9 سنوات السابقة، أزود ال57 مليار آخرين، وده جزء من دعم المجتمع المدني، اللي هو لما نحسب الدعم لازم نحسب الفاتورة كاملة، والفاتورة حتى تاريخه غير موثقة. يعني لو بنقول 57 مليار من المجتمع المدني ومن جزء آخر من التضامن الاجتماعي، والحقيقة احنا بنحيي القطاع المصرفي أيضا، لأن CSR أو المسؤولية المجتمعية اللي تم دفعها من البنوك خلال الفترة السابقة ليست بقليلة. فالمفروض وإحنا بنحسب ال 107 نحسب مع 57 مليار، ده غير أموال الزكاة، ده غير الأموال غير المرئية اللي احنا مجتمعيا بتاخد مجراها، وده يمكن حلم لوزارة التضامن انها ترصد هذه الموارد، مش عشان تاخدها، عشان تنظم توزيعها وعلشان تحوكمه وتتأكد ان كل حق ذهب الى مستحقين. تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر، زي ما حضراتكم شايفين لو بصينا ان هو تعالى الأطفال تحت سن 18 سنة المستفيدين، احنا بنتحدث عن اكثر من 6 مليون طفل تحت مظلة هذا البرنامج. هذا البرنامج هو برنامج شاب يستثمر فيه، نسبة الالتحاق في التعليم فيه تقرب من 100%، لانه شرط من شروطه هو برنامج مشروط، مش عشان نتحكم في الناس زي ما كان بيتقال في الاول، علشان نقايد الناس على مؤشرات التنمية، علشان الاطفال مش ملكية خاصة للاسر، من حق كل طفل انه يروح التعليم، انه ياخد رعايه صحيه. اذا ضمينا عليهم الشباب من 18 ل 24، اذا بنتحدث عن 51% من اجمالي المستفيدين هم من فئه الاطفال والنشء والشباب. احنا كمان تكافل وكرامه بيغطي فئات اولى بالرعايه، يمكن الحقيقه مناصرتهم ودعمهم هو جزء كبير من نصرتنا احدى، لان احنا النهارده بنتكلم على ذوي اعاقه 1.2 مليون مستفيد بعد الزياده الاخيره. وصلت الدعم الذي يخص القادرين باختلاف ل 8 مليار، ده دعم نقدي فقط، لسه في خدمات رعايه وخدمات مراكز تاهيل وخدمات اطراف صناعيه واجهزه تعويضيه، ولسه في موضوعات اخرى كثيره، لكن انا بتكلم عن الدعم النقدي فقط. ايضا في المسنين او كبار السن، واحنا بنشرف ان يكون كبار السن، الحمد لله احنا بنطلق اول قانون لكبار السن لتكريمهم وتوقيرهم وايضا الاستثمار بهم، لان احنا ضد فكره ان كبار السن غير قادرين على العطاء، هم ثروه يجب الاستثمار منها وفيها. وصلنا ل 3.2 مليار، عندنا 720 الف مرأة معيلة، المبلغ اللي مرصود بعد الزيادة الأخيرة هنصل فيه إلى 4 مليار جنيه سنويا. الجميل في هذا البرنامج إنه برنامج مناصر مش بس للأسرة، هو مناصر للمرأة،
لأن 75% من النساء من حاملي بطاقات تكافل وكرامة هن من النساء. وإحنا الحقيقة يا فندم عملنا دراسة على مدى تأثير هذا البرنامج على تقوية أو تمكين المرأة وقدرتها على أنها تاخد قرارات. المرأة الريفية مرأة ناصحة جدا، وكثير من الأسر بيستثمر هذه الأموال ويبتدي بيه مشروعات أو بيعمل بيرشد الاستهلاك فيه. أيضا إحنا عندنا 72% من المستفيدين هم في الريف، لأن زي ما شفنا في الفيلم 51% من الفقر في جمهورية مصر العربية هم في الريف. عشان كده إحنا بنعمل هنا استهداف عادل أو تحيز مقصود، تحيز إيجابي مقصود. إحنا مش بنشتغل دعم نقدي فقط، لأن إحنا بنشتغل زي ما الدكتور مصطفى قال أول يوم فقر متعدد الأبعاد. مهم قوي عندنا الصحة والتعليم، علشان كده شرطناه ببطاقة صحية بحصول الأطفال تحت سن 6 سنوات على زيارات دورية لوحدات الصحية بالتحاق الأطفال بالتعليم، وفي ربط شبكي ما بين التضامن وبين هذه الوزارات للتحقق من إن هؤلاء الأطفال يحصلوا على نصيبهم من التعليم والصحة. لكن الحقيقة إن إحنا لما جينا نحلل البيانات إحنا بنقول 5.2 مليون أسرة، لكن قاعدة بياناتنا فيها 11 مليون أسرة، فيها 40 مليون مواطن. دي في حد ذاتها ثروة، لأن الثروة المعلوماتية اللي بتدلنا على الأسر ديت عددها قد إيه، عندها تأمينات ولا لأ، مين بيشتغل، مين عنده مرض، مين، الحقيقة هي دي ثروة. فإحنا بنقيس نسبة أمية أرباب الأسر أو ربات الأسر لقيناها 62%، وده بيثبت أن الأسر دي فقيرة بحق، لأنها مش فقيرة بس في الأموال، هي فقيرة في التعليم وفي الصحة. علشان كده إحنا بنشتغل على جودة حياة. فعملنا برنامج لا أمية مع تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومع الأزهر الشريف ومع وزارات أخرى ومع المجتمع المدني، ووصلنا لما يقرب من 970 ألف، يعني حوالي 1 مليون سيدة من 15 ل 35. ليه اخترنا من 15 ل 35؟ علشان هن دول أصحاب الأسر الصغيرة اللي على مطلع الحياة. فالحقيقة انخفض الفقر في انخفضت الأمية في الوقت الحالي ل 47%. المشكلة إن أمية يعني زيادة سكانية، أمية يعني عدم حصول على فرصة عمل. فعلشان كده احنا مهتمين بهذا الملف. في ايضا 2 كفاية، وده بالشراكه الحقيقه مع كلا من البرنامجين، تنميه الاسره المصريه واستراتيجيه السكان. احنا عيادات 2 كفاية وصلنا فيها ل 140 عياده في المجتمع المدني. احنا لما يجي المجتمع المدني احنا عندنا حقيقه اكتر من 10,000 جمعيه عندها خدمات صحيه، واللي هي حصل تعاون ما بيننا وبين معالي الوزير في الفتره السابقه، لان عندنا جمعيات فيها غرف عناية مركزة، فيها أجهزة غسيل كلوي، حضانات. فالمجتمع المدني بيقدم ما يقرب من 30% من الخدمات الصحية. علشان كده إحنا وزارة الصحة هي اللي بتقود الموقف وتقول لنا فين الفجوات اللي موجودة في الصحة الإنجابية، فإحنا نفتح عيادة في المكان اللي هي تدلنا عليه. هي اللي بتعتمد العيادات، هي اللي الحقيقة كمان بتدينا أدوات تنظيم الأسر. وصلنا ل 9 مليون زيارة، 4 مليون راحوا عيادات الصحة الإنجابية، 1,300,000 هم اللي استخدموا وسائل. يعني وصلنا ل9 زيارات، 4 راحوا، 1 هم يعني استخدموا وسائل تنظيم أسرة. واحنا طبعا مستمرين، احنا حاليا معانا 120 جمعية، لا 140 جمعية، المفروض نوصل لغاية 400 جمعية. أسر الشهداء والمصابين واحنا بدأنا بيهم، يعني هم قرة وتاج رأسنا. الحقيقة احنا بنشتغل على الشهداء المدنيين اللي منهم كثير راح جراء مكافحة الإرهاب والتطرف. عندنا 1,374 شهيد، 2,509 مصاب. سيادة الرئيس مشكور بكرمه المعهود ضاعف الأعداد والمبالغ التعويضات التي تصل لهذه الأسر. وليس هذا في حسب، لكن مش مره واحده فقط، ولكن في معاشات استثنائيه مستمره مدى الحياه تزيد زياده تدريجيه مع زيادات المعاشات، بالاضافه الى مزايا تعيين الافراد في الاسره والى مزايا في الاسكان الاجتماعي. في بطاقات بتتيح لهم هذه المزايا.
والحقيقة احنا دولة الرئيس كان اسند لينا المجلس القومي للشهداء والمصابين، لكن احنا بننسق مع الصندوق القومي اللي هو سيد الغالي. الحقيقة يمكن عشان نقدر نظبط ونحوكم هذه المنظومة في يعني اتصال مباشر و